اتفقنا؟ السؤال اللي جاي مش صعب وسؤال حلو الحقيقة، معلومة حلوة، معلومات عامة. والسؤال هو: في أي دول جنوب شرق آسيا يقع أكبر فندق في العالم من حيث عدد الغرف؟ مروة، سنغافورة. حازم مش موافق، وسنغافورة إجابة خاطئة. دخل موسوعة جينيس في 2015 برجين عدد الغرف 7351 غرفة. في إندونيسيا؟ إندونيسيا. ماليزيا؟ برضو غلط، إجابة خاطئة. مستعجلة ليها مروة؟ فعلا في ماليزيا زي ما قلتي. ما تستعجلوش، الأسئلة محتاجة تفكير. هارد لك.